الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عبد الله بن أم مكتوم صحابي سيدي دي تمناد أنو مانتا دول استاجد دونه نرشيسة يقيبك كمذا بسودية دا la xiriirta dhacdooyinkii uu la falgalay iyo fadliga gaarka ee saxaabigan uu leeyahay. Mufasiriintu waxay yidhaahdeen ninkan cabdullaahi rajulun acma anzala allahu fi sha'nihi 16 aayata tuliyat wasatadallu tutla maa kara aljadiidaan, waa nin indhoola ah oo ilaahay arrinkiisa uu ku soo dejiyey 16 aayadood oo aan aqrino lana aqriyi doono inta habeenii maalinba ay jirayaan. 16 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo aayado aanu arki doonno ah ba waxay ku soo degeen saxaabigan arrinkiisa. من هذا الذي عوتب فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هدبوا كان نبي قال لقو عنانتي صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات أقصى عتاب وأوجعه. وكي كان نبي قال لقو عنانتي عنانتي أي كنت ميت أما عنانتي أي كنت ميت الضوء الصمد شودة عنان تنقو آذك uguna xanuun badan ah. Aqsa citaab, canaantan ugu adag, wa awjacahu, isla markaana ugu xanuun jin badan. Nebigu waa la canaantay, si runtii aad iyo aad u adag baa loo canaantay. Man hada aladii nazala bisha'nihi jibriil alaminu calaa qalbi nabiyi alkariimi biwaxyi min cindi illah, waa kee saxaabigan oo sha'nigiisu uu jibriil ula soo degay waxy ilaahay xaggii ka yimid oo lagu soo dejiyey qalbiga nebiga. Jibriil inuu darti usoo dego isaga waxyigii xambaarsan ama waxyigii uu la soo dego, iyadoo waxyigan markan uu yahay mid si gaara u khuseeya cabdullaahi ibn ummi maktuum. Saxaabigan waa innahu cabdullaahi ibnu ummi maktuum muadinu rasuuli salawaatullahi wasalaamu caleyh, waa ninka cabdullaahi waa muadinka rasuulka sala allahu caleyh wasalam. Nin qiimo badan buu ahaa, laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray inuu indhaha u baalo. Wixii nebiga lagu yiri, wixii ilaahay ka yiri baan u baxaynaa. Wa cabdullaahi ibnu ummi maktuum makiyun qurashiy, waa nin reer Maka ah, qabiilka qurayshna kasoo jeeda. Tarbituhu birrasuuli calayhi salaatu wasalaam raxim, isagii rasuulkana qaraaba ka dhexaysa. فقد كان من خالي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هوها خديجة إن أبتقيت خديجة أبتقيت بعد علي نكا كان عبد الله ابن أمي مكتوم الكاب النبي صلى الله عليه وسلم مكة وسيدي مكة أبو النقانية. أما أبوه فقيس بن زائدة، لكن وحد علي نكا كان نلغم عاب قيس ابن زائدة. وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وإذن عاتكة لديه جرين عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدت أعمى مكتومة. لكن يرى مكة دنبا لغو كن يوري أو لغو يرى أم مكتوم مرهدي أي دا شيء كان عندها لهين، ما دام عبد الله أم نقضي من إله سبحانه وتعالى إنه سأقاضي أي أم مكتوم كي عندها لهويدي ويمعنيه. عبد الله هنا وإساق وحلوتي يري عبد الله ابن فقيس بان ربينا عنده ابن فقيس ابن زائدة هل كي لقد ليه لها أي وحلي عبد الله ابن أمي مكتوم تير ده الشيء كي عندها لها ويل كيريوي يدو اللي يريو كلو. شهد عبد الله ابن أمي مكتوم مطلع النور في مكة، مو نور كان إليس كان خير كإيماني مركي أصاب بحي وإلهي
ومركا ودرولك وكقاضي مركا أيو جوب جوج عبد الله بن مكتوم مكة تحديدا. فشرح الله صدره للإسلام، إلهي بقى إسلامك قلبي يسوى شيء، وكان من السابقين للإسلام وهنا أهال غنات ريادك يقول الإسلام خصوص قلبك مركو علك وسدي باللوغي نور كإسلامك مركو بحي وحو أها دكي يقول هرمودك وها إسلام بكن وها دكي مركي النبي قبل وباقا دينات ولي يمد دكي رميه بكجري. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفناء. ابن أم مكتوم وحولنا ولا ولك وسدي محنة المسلمين تسوى جهد مكة نوع وضوء أهات هدين نقول له النفهر، هدين نقول له السجنان، هدين نقول له الصمود مثل النمو، هدين نقول له الفداء والنفل فرطه. يعني بمعنى إلى المسلمين تمركي أي مكة الجوجين مركي لبكو دم وضوء كريمين توحي نقطة قف وضوء منك التضحية الله إيمانك ورنفتي سهوري كرة قفكي ما عرقته سيء أم بتيدي كرة قفكي أحوم جيسان كرة حالة دان هو أجوغوي مركي وحال الربع أررتا إن لغو شيغو إنو سان أهين داتي قدال كسو إسلامي أو مركي مكال فوراني إسلامي أو مركي إسلامك إنتو باهي أو براري داتي سوى قلمها لكن لبتي سه أي سو جوغي سيدة ديفتي سبا أو جوغي ولكو سيدة مرحلة دي يدعوه كأهيد يعشون أكو أدين كأهيد أو لبقيه أو نوى بابا أولها يان لي أركنت وقت يابو لكو سيدة. وعانى من أذى قريش ما عاناه أصحابه لبتي أي أصحابتي أي لكو المال وإي كالكو المال نمانك قريش نواء لكو المأسنا. وبلى من بطشهم وقسوتهم ما بلوه وحول دميه عقابكي إيو قلف سنانتي كغاتي من نوانكي قريش وأولى دمي إنتي أسحاكي سيدة دمي لكن سأيتها دنا فما لانت له قضاء قناة ولقي مضعيف من أن والله والله بين ولا فترت له حماسة حماس كيسن ولقي مدم ولا ضعف له إيمان إيمان كين ولقي مغيل مكالين. يعني سأيتها دنا دكي سمر أو سمري إجكسري أتكاري متيدي رنتي دول مجا لو هي انك دي دي مالنا مال انا اشكن اشكن انا مسنا الروح من بو اله سبحانه وتعالى كدي وقد عربي هدي لي قناه وحل رمك اصل اهان الرمح ورن كوي ورن كمرك ودخل لا قضا اي قناه دو مغابا مركا وحا جرى هدي لي فلان اما لانت قناته وش دي بو لا اتكاد لانت قناته مركا هدان مقش ما لانت له قناه نين اس دي بي ما نين معناها انتو ديبك ماكو كبتي جكسن واي هنجبو اسديبي يري خلاص انت سيغي ايتاي ما هن. وانما زاده ذلك استمساكا بدين الله بل ارن كاي ديبتي كغتي من قريش وحوبا ككرر السبب انو دينك الهي كدغو وتعلقا بكتاب الله كتاب الهي انو كسي دغو اسكسي الله دي وتفقها بشرع الله بشرع الله شرع الهي انو فهمه واقبالا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه إيه رسول كان إنه سيدة أي تأوسي قابلة وحاجة هاي تقولكم مركة لباتي إنه حاجة عيو حكاد دي عرصان آهن يسوي إن تيبا سيكا لي أرقتي أوه إلهي سبحانه وتعالى وحبا وغير لغي لبك السوء يمال إنه ها هل كاكوسي زيادة سيدة دين كدك إيه إنه دين كان كسرون شابه. وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم وحرصه على حفظ القرآن العظيم وحاقه كجاري قابلتان كالنبي وقابلي إذا ذلك وكبحي أن القرآن كإله الدشع وكقيبه أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها ولا سانحة إلا ابتدارها مجر فرصة صامرت إلا وأكفى إلي سنجري ولا سانحة مناسبة مجر إلا ابتدارها وكدك دليل. يعني بمعنى حر أرضيك مركة وحبر الشرع لبكتها وحكم قنية دلال آدي البضان. يعني بمعنى أبو عبد الله بن مكتوم فرصته قال الجري مركو يسال النبي كل يوسف اللي وكقال سنجري النبي انت مر وكقال سنجري النبي وح شيء وتاجين خطبه الاقرن وتاجين الرسول انت انها يا يعني حرف قدافه مركو روح عنين اد يد الدلال بدل مركو تاجنت علم دعسية. بل كان الحاح على ذلك يغريه احيانا بان ياخذ نصيبه من الرسول ونصيب غيره بل دلالك الحاح وقلني ارنكاه وحابه كلف يجري ما مقارك إنه إسجد
saamigiisana qaato qof kale saamigi ku darsado. Yani isaga xisadi lagu talagalay waqtigiisi intuu qaato qof kale waqtigiisi xataa uu badan ku darsado oo aanu dadka kale xataa u dayn, oo markaa halkaa uu markaa maxay sad buuxsado. Taana waxay muujinaysaa hanqaltaaga uu muujinay isaga uga deganayd in diinta marka uu barto. Marka laba qodob bay aroortu isku sargooshay. Qodobka koowaad waxaa la nambaray ninkan nin cusub maaha, waa nin isagu qadiima maqaawiibtii ugu horreysay ee diinkan islaamka soo galay inuu ahaa, taa waa la tilmaamay. Midda labaad waxaa la tilmaamay aalib cilmi xaqiiqi inuu yahay, nin waxyiga inuu urursado ee uu dhuuqo ee uu sida ay tahay u isticmaalo oo ka faa'iideysa inay tahayna waa lenoo sheegay. Taa marka waxay keenaysaa dhacdada sababi doonta inay aayadahan ay soo degaan ayaa marka u baxayna. وحد بعد مكة وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفترة وقت مكة أي حالة أي سيدها نلشون أي أذك تهي نبي قلت له مكة كثير التسدي لسادات قريش إن آدي أدوبا بحا دقيدي قريش شديد الحرص على إسلامهم آد نقود ذلك إن يسوء إسلامان مكة النبي قلت له وقت حوق ساري جري رقن رياشة duqayda ah iyagu markaa horjoogaa shayba salaatiintu al quraysh inuu iyaga gacanta ku soo dhigo si markaa markii iyaga lagu soo dabaalay islaamkan ay u sahlanaato dadka intooda kale marka wax la gaarsiin kara maxaa la dadku odayaashooday ka dambeeyaan. Faltaqa dhaata yawmin maalin maamaha kamid markuu nebigu wuxuu kulan uu la qaatay bicutbata ibn rabiica kow wa akhiihi shaybata ibn rabiica walaalkii shayba aha saddex wa camr ibn hishaam ninka lagu magacaabo almukanna biabi jahl ninka abu jahl la dhihi jiray afar umayat ibn khalaf shan walwaliid walmughiira oo ahaa waalidii sayfillahi khaalid khaalid waliid aabihi ahaa raggaa buu nebiga la shiray marka maalimaha maakamid liiskan magacyada markaad milicsatid rag markaa la dhihi karo waa ay ka sarreeyaan xagga darajada ama waa ay ka indha buuxin badan yihiin marka ay taagan tahay dadka aan ka hadlayno quraysh raggaa rag la mida markaa mala. Haddii abu jahl gacan lagu soo dhigo amaba cutba gacan lagu dhigo amaba ninka lagu magacaabo alwaliid ibn mughiira waa fahmi kartaa waxa islaam ku soo kordhinaya. Marka nabiga sal alayhi wasalam dantiisa kama shaqaynayo danta islaamku ka shaqaynayo, islaamku ku quruxsanayo dadka mar inuu gacanta ku dhigo, iyadoo nabiga shirki uu ku jiro sal alayhi wasalam watafiqa yufaawiduhum uu nabiguna u gudagalay isagoo marka mufaawadaad kula jiro wada hadal kula jiro wayunaajiihim oo la koodayo wayacridu calayhim alislaam islaamkan u bandhigayo wahuwa yatmax fii an yastajiibuu lahu uu nebigana markaa hunguri uu ka qabo ama uu damacsan yahay inay ajiibaan aw yakufuu aadaahum can asxaabihi hadday ugu yaraataan dhibka ay naga daayaan yani loo midun wey. Nebiga marka rajadiisu waxay ahayd in islaamka ka gudoomaan oo ay aqbalaan haddaana ahayn soo maaha aqal alumuur in cala aqal ay saxaabada aanay dhibin intaasoo nebiga kala hadlay marka wafiima hum ka huwa kadalik iyadoo nebiga marka uu shirka dhexda u kaga jiro oo ajandaha aada iyo aada u culusna nebiga uu meel marinayo raggaa rugcadayaashaana uu la shirayo shirkuna shir sahlan aanu ahayn ayaa aqbala calayhi cabdullaahi ibnu umi maktuum waxaa soo galay cabdullahi ibnu maktuum oo ninkan indhoolaha ah saxaabigan ilaahay raada ka noqday yastaqri'uhu aayatan min kitaabi illah isagoo leh nebiyow ii aqri aayad aayadaha ilaahay kitaabkiisa ka mid lidalika alfaad waxay tilmaamaysaa wayaquulu isagoo leh yaa rasuul allah callimnii mima callamaka allah callimnii mima callamaka allah callimnii mima callamaka allah kelmada sucdeed rasuul allah ibar wixii ilaahay ku baray wixii ilaahay ku baray dabcimaana isagu marka laga yaaba dadkan meesha fadhiya inuusan arkin oo suurtagal laga yaaba jashaca ku jira oo ah uu islaamka yani cilmiga u qabo jashuc markuu hayr waxa wanaagsan amahuwa faolxuma kelmadda ilaa adeysa lakin waxaan ka wadaa nahamka iyo baahida islaamka u qabo iyo barashada diineed ayaa waxay keenaysaa inuusan xataa milicsana dadka nabiga la joogo. Laga yaaba dabcan uu maqli karay hadal marka shir lagu jiro in la hadlay uu maqlay, laakiin waxaa laga dadka inaanay markaa aanay u muuqan cilmihim dhexduu kaga soo dhacay shirki isagoo callimni wacallimaka wallah. فعرض الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول مركو كجيست فعرض الرسول الكريم عنه رسول كجيست مركو
وعبس في وجهه نبي مرك حوجا وجد وجه توي مرك حوجا وحالا ربين لغوك كان حوجا وجهه وسبدل يا صام وتولى نحو اولئك النفر هلكي واسجد وجه لقى بيلي لهانا نيمك كلو مرك النبي وجه السيء قال لي كلو كسي جلس لكن اسوي كجلس واقبل عليهم املا في ان يسلموا فيكون في اسلامه عز لدين الله وتاييد لدعوه رسوله نبي قال مركه خلاص وشيكه اسي وضيئه isaga oo rajo ka qaba inay islaamaano islaamkoodu markaa islaamku oo markaa uu adkeeyo ama uu macnaha u noqdo cizzi iyo sharaf u noqdo dacwadana marka ay xoojiyaan nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga wajidis markaa saad wa taayidu li dacwati rasuulillah inay xoojiyaan nabiga dacwadiisa marka nimanku sheekada u waday bimaana nabiga sallallahu alayhi wasallam marka kan waxa uu kaga mashquulay abdullah maaha shay faatafihi maaha arin kawl buu ku mashquulsan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku mashquulsan yahay نمان كان بوح الربعين التشكيلي وميد كميدي هديق عن لغو اللي قو رونتي إسلام كا معادليس وحبادن كان بدليس أو على الأقل هدي حتى أنا إسلام كا أنا أقبلين لكن نبي إي كأقبلان وضا هذا الكا إني حقابل إي كترتيبيان ضدك صحابة ضا إبتان إي كوحيا على الأقل أي تهميتها وحكوسو كل الناس إسلام مركا النبي صلى الله عليه وسلم مركا أجندهن عرس بو مركا فوليني نينكا نوحي كاقد إجنتها علمني ما علمك الله نبي مركا وحي كانت حقاير إنه سي إنتو اللي بصده وجي يسوس بدله وما انقضى رسول الله صلوات الله وسلم عليه حديثه ومعهم وفرغ منه من نجواهم مركو النبي قصاء ولم يري شيء كذي ونما كأو كذا ماضي لفقوا دينه وذا ماضي وهم أن ينقل أن ينقلب إلى أهل النبي يصير خلاص وقتي ما دام الشرك وكذا ماضي بريرك أقول لابا النبي قال أوهم إنه أهل كيس أقول لابد حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره نبي عمر كفر دريم حجاير إن إنديه سحجا وحصوق على مقدير وأحس كأن شيئا يخفق برأسي وحبد مودا مركة هو دريم الدرينا ما ده يصير إنه جرع مل مركة قفك طبعا حاليا مركة مدة وفدية نوعا ما إرهاق فربضا إنه دريمه مركة النبي صلى الله عليه وسلم حجا حد مودا إنه ورير وصوق علي وما ده يصير إنه جرع مل لأنه أي مدة بعدين أنت مركة دريم صلى الله عليه وسلم ثم أنزل الله عليه قوله مركز آيات هو يسود دقيق نبقى طبعا مركو حيو يسود دقيق وحيو أدبو أدكا إنه إيمان دونتا ومركا كي مركو حيو يسود دقيق نبقى صلى الله عليه وسلم قريبا قفن جيلا وقفك أكفر إياي يعني هدي جعنتي سو نبقى إيه تابة الله وقفك إنه ماشا كله نبقى أدبو دقيق دقيق وحيو مركو يسود دقيق محايل العلسي وحدي إن معرفتي وقتن القرآن كأولي هاي إله سبحانه وتعالى أولي ثقيلا بك عبد الله يعني القرآن علسي وعلسي وحيو مركو علسي صدرتت طبعا حالات النبي مركه لسو غدبوناتي واه انه مدخانه وكدريمه وليسير وكدريمه انه مدير وكدريمه وهي مودينسه وهي مركه كسو سود اياده مركه لس مركه سو دي 17 اياده ثم انزل الله عليه قوله مركه سئله بكسو دي عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أيدو حلاله عبس وتولى نبي وجي تغي مركب صدنا سيجيستي أن جاءه الأعمى لأن جاءه الأعمى هي إن دولها مركو أيمت أيو النبي صلى الله عليه وسلم أرن كأوته كبحي أن وجه توبه النبي قال الله لحظة ما يدريك لعله يزكى ومحاك أغيسي إنك كان واحد وشي يغيسي أنه سكوت ظهر الدون أو يتذكر أو يتذكر فتنفعه الذكرى مركا أما وإنه أنتو مركا وأن توبه هو أنا ضأ ينفع ذا يعني معنى أنك كان كوي من محاك وشي يغيسي أنه واحد وربه وأن تصو إله سبحانه وتعالى أقول له هذا وأن تصو سكوت ظهره وأن تصو أنا ذا واحترته وانت سؤال داس نريشي سوح كبر دا شيء محاو شيء قوي رسول الله أما من استغنى فأنت له فأنت له تصدى مسقف كبا نوع ما ديق طوام دينة إلهي انشقق له وانا من كان بالله تلماوي رجنا دفر شقق دينة إلهي كل هاي فأنت له تصدى ميجا قد أبن بحي سأكون مشغول ليس وما عليك ألا يزكر وحكو سارنا هدي توصنا داني هدي كلابا إن تحسنا إنك الأدي أرل الوالدين ما وأما من جاءك يسعى ويخشى قف كوي من الشجر حق لنا يا إلهينا كبقى فأنت عنه تلهى نيات كم مشغول يسا نبيك مركو على قط حاليا ما أهين نين كان عبد الله بن مكتوم إنك كم مشغول
inaad ka jeesatid maaha, inaad kaga mashquulshid maaha, nimanka kan ee diinta Ilaahay shaqo aanan ku lahayn. Kalla innaha tadhkara faman shaa dhakara, tan waa waana rabbi xaggii ka timid, ciddii doontan way kuwan toobaysa. Fii suxufin mukarama marfuucatin mutahara biaydii safara kiraamin barara, waanada waxay ku qoran tahay kutub awraaq iyo kutub Ilaahay u sharfay oo la koriyo oo la tahiray oo malaa'ig safara lagu magaca gacanta ugu jirta oo wanaagsan oo baariyaal ah. Qur-aankaas 16 aayadood baa soo degay, 16 aayatan nazala biha jibriilu lamiinu calaa qalbi nabiyi lkariimi sala allahu alayhi wasalam fii shani cabdillaahi ibni maktuum. 16 aayadood baa Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku soo dejiyey oo Jibriil uu la soo diray aayadaha 16-ka inuu nebiga sal alay wasalam qalbigiisa ku soo dejiyo, iyagoo ka waramaya ninkii cabdullaahi ibnu maktuum shanigiisa. laa tazaalu tubna mundu nazalat ila alyawm, aayadaha waa la aqriyaa ila alaan, laga bilaabo maalinkay soo degtay. wasatadallu tudlaa xataa yaritha allahu alarda man calayha, waana la aqriyi doonaa intii ilaahay ardadan iyo waxa dul saaran buu ka dhexli doonaa ilaa adduunka dhammaado. lama dhahay marka aayadahan waxay kusoo degeen cabdullahi ibn maktuum, mar haddii kusoo degeenna isagay ku ekaayeen passage isagay quseeyey wey, mar haddii cabdullaahina tegi nebiguna tegi, khalaas aayadaha waan jarayna macnaheeda maa. ومنذ ذلك اليوم لقى بالله مالك ما فتئ الرسول صلوات الله عليه يكرم منزل عبد الله ابن المكتوم إذا نزل. لقى بالله مالك نبي صلى الله عليه وسلم كما نزول إنه ما موصي مركي عبد الله المكتوم ويما ذلك ودقي إنه شرفه ويدني مجلس مجلسه إلى أقبل إنه سول ويني مركي فقال النبي فالدقى ويما ذلك ويسأله عن شأنه بل إيوران عبد الله نرشا كورا ويقضي حاجات دنتي سأفلني ولا غر وحل لا يرى ماها. أليس هو الذي عتب فيه من فوق سبع سماوات أشد عتابا وعنفا وموان أهين عدي إلهي وقلت دقاء الله من النبي صلى الله عليه وسلم تضل السماء دشر إذا هذا الأذق نبي قال لي عتاب أهل الضل وحيدا هان نبي هدوح قرن أيضا سدح أيضا بقرن لها وقرن لها أيضا بقرن لها النبي صلى الله عليه وسلم وعتاب oo darsi isaga u la qintay oo aad iyo aad loo qabsaday. hadduu qarin lahaa wuxuu qarin lahaa cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaqa watacalama alkaadibiin, allaha kaa cafiyey qolada maxaad u tiri har, marka cafa allah waa dembi nebiga loo haysto laki waa laga cafiye layidhi. wuxuu qarin lahaa walow taqawala calayna bacda alaqaawiili la akhadna minhu bilyamiin thuma la qatacna minhu alwatiin famaa minkum min canhu xaajiziin. nebiga wuxuu qarin lahaa haddii walow taqawala calayna bacd alaqaawiil, nabiga hadduu isku dayi lahaa, nabiga hadduu isku dayi lahaa inuu hadal aan jirin dusha naga saaro, la akhadnaa minhu bilyamiin gacanta midig ama awood baan ku qaban lahayn ama gacanta midig baan ku qaban lahayn, uma laqatacnaa minhu alwatiin halbowlahan gaf ka siin lahayn, famaa minkum min axadin canhu xaajiziin cid naga celisana waa la weyn lahaa, midinkaa naga qaban kara. saddex ayadoo culus nabigu qarin lahaa, laakiin amaanada nabiga sal alla alay wasalam waana amiin ayaa waxay keentay inay siday tahay usoo gudbiyo, ama aayaddu ha noqoto aayad isaga lisaalixihi, ama aayaddu ha noqoto aayad isagu citaabaysa oo isaga markaa dagaalaysa ha noqoto, si usoo gudbiyo nabiga sal alay wasalam. waxyigana maa farratnaa fi lkitaabi min shay, nabigana balliq maa unzila ilayka min rabbik, sida ay tahu nabiga sal alay wasalam usoo gudbiyo. waxaa kaloo laga qaadana darsi cajaa'ibtiisa leh, nacam cabdullahi ibn maktuum hadduu maanta ogaan lahaa nebiga mishinka uu ku jiraayo runtii majliska uu ixtiraami lahaa uu ka gaabsan lahaa, laakiin muusan ogeyn. waa midda labaad laga dadka inuusan arkin, waa midda saddexaad oo jacaylka diinkan uu qabo iyo waxbarashadaa keenaysa. halkaana daalib cilmiga darsi baa ugu sugan qofka cilmiga raadinayo. cilmigu sida imaam muslim fi shawaahidi uu leeyahy, laa yustataacu alcilmu biraaxati aljism, adoo iska raaxaysana cilmiga kuma soo raasanay, adaa raasanayo. waxayna dhihi jiray alawaa'il cilmiga dadka uma yimaada isagaa loo tagaa. cilmigu marka wuxuu u baahan yahay daqiiqad walba waa inaad la noosha, waxayna dhahaan haddaad hal sac siisidna hal sac buu ku siinay, haddaad daqiiqad siisan cilmiga daqiiqad buu noqonaya, 10 sano haddaad gelisa cilmiga 10 sano noqonaya, 50 sano noloshaad cismiga 50 sano gaaray intaad gelisid. yani bimacnaa maanta bini aadamku laba shay ayaa yani marka cilmiga meel la dhigo, wax alla wixii bimacnaa maadi ah oo adduunyana meel la dhigo, waxaad arkaysaa haddii lagu yihaahdo hebel waa multimillionaire, haddii lagu yihaahdo waxaa laga yaabaa inaad hal buu cilahay subxana wa tacala kaaga dhigo, waa sahlanta.
هدي يعني قوانين مدحها هذا باك جراوند بقول لها تاريخ تاريخ ليدرشيب ولي قال انك صامر حتى اذن كوريون بعد لقاها هبين دم انا بقرا مدحين ونقط واحد بضل ما يعني حاله يمصب وسهل لكن هدي له يقول هبل انت اسو يقان انت صامر وانا صامرته طبعا صنع طبعا صنع شان صنع شان صنع صدن صنع صدن صنع وعلمك ومجالك كلي انساف كلي انت وقفك صامر وانا صامرته دوت كوي كلا دادات بلان كران ونين طبعا صنع وحو كود دال الو صنع وكو صوت تحسيرين كتا وصورت قل لكن مشوارك علمك ويقبها يهلك إلا جرى إلا جرى سا درتيد طالو علمك حال الربا دقيق قد والبا انو ليش يساكمين انو صندين تكالها دان عرق دينتن معنى ما صمعينه سو قفك منصب إماش وتاقين وحل قيمين قف إيمان كيس ما أنت هدي عن سي مادي وهذا الله ابن المكتوم هدان كفت سارنو يعني من كان سادات وقريش هدان كفت سارنو يعني من كان أرجح سنانه مركب لقاها اللي سي مادي أما من كان قام مركب حكم ميزان لكن مركب أي تاغن تهي ميزان كربي عدالة كسر ليسا أو مسلم معركة فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون مركب أي تاغن بس لا مال مسلم مجرم ما لكم كيف تحكمون عدالة ما مركب ليه مركب تاج انتهى وحمر بأرجح سن كفدة وسانه عبد الله بن مكتوم محيا لي إلى إسجا يريد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وأنا كفدة أن رمنا إن مروا بحبا أن كوب بيت نور ولذلك أما هالنقطة شيء لشيء دوم قصي هالنقطة وأحكسب هالنقطة قفق مركو قالوا إيمان يهد الإيمان أرجح إسجا مرك أرجح سن كان مؤمن كأه يعني كافق أو كان ده شيء غير أزدي دنتين كان ده شيء كن جربوا حكفل دي بناي هاي كان كلا ده شيء يكاد كل دلالي يكان أبتيجا يكان أدار كأي جدات كبير حق لكن تارك صلاة كأي مفسد كأ كاسا كأي لو يعني بمعنى واحد دي نظرة دي إيماني جمع كأن حقوق إيمان النبي وأنا تن النبي صلى الله عليه وسلم لا يري وأنا بحقوق إيمان يساوي ولما كلبت قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه مركي قريش أي رنتي أي كوكان كانان نبي قيدتك مؤمنين انت وقاد وقت كيان واشتد أذاها لهم لبكوذن وكبتي ومسلمين تأي ديبان أذن الله للمسلمين بالهجرة مسلمين توحى الله أقل هذا مركي إني هجروا هذا أمر بواح الوسي وإنت نكذب قد كيسبوا قد كان يا بل كدقاق ملك الهجروا هذا فكان عبد الله بن مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بالدين عبد الله بن مكتوم منك إن دولها wuxuu ahaa dadkii ugu maaragtay horeeyay markiiba degdegay inuu wadankii halkuu deganaa uu mufaaraqay oo ka tago diinkiisana la baxsado faqad kaana huwa mus'ab ibn umayr awwala man qadima almadinata min ashaabi rasuul sallallahu alayhi wasallam almadina almunawwara oo ahayd daartii aakhirkii ay muslimiinta u ahaayeen iyo halkii dambe ibrahimaha dhigteen iyo halka nuurka islaamka uu kasoo daamay ahay waxaa ku horeeyay nimankan baa ku horeeyay safarada موسى بن عمير عبد الله بن مكتوم ده كي يقول ري مدينة منورة تجبي هاي والنبي كسي هو ري وشي يقول الحاري إسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم مكو ماشي إيمان وما أن بلغ عبد الله بن مكتوم يثرب حتى طفقه صاحبه موسى بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرآن القرآن ويفقهان في دين الله موسى عبد الله بن مكتوم مكي آذان المدينة المنورة وحيب اللابان إني معركتي أي كل مغنقون ينضدك isku bedelayaan oo dadkana quraanka u aqrinaya diinta ilaahay barayaan waa laba nin oo kaliya ninkan waa nin indola ninkan waa nin musab wuxuu ka soo dhaxbaxay reer wealthy ah xoolo haysta wuxuu ka soo baxay wuxuu door biday noloshan adeega ah ee meel kaliya uu qax ku yahay cid kaga horeysa aanay jirin inuu markaa noloshaas oo kale inuu bilaabo ayuu bilaabo ilmihim labadooda marka waxay bilaabaan dadka intuusan nabiga iimanin ka hor inay quraankana baraan fiqigana baraan علمه ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نبي مركو يمرك مدينة منورة اتخذ عبد الله بن أم المكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين عبد الله بن المكتوم إيو بلال بن نبي قال لبدا المؤذن كدكت يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات يو كل واقع كلمة التوحيد الله أكبر الله أكبر ما نبشنجة ويدعوان الناس إلى خير العمل ويحضانهم على الفلاح يقول ذاتك ويري عملك وناكسن خيرك ذاتك كبوريني ليبانتا فكان بلال يؤذن وابن مكتوم يقيم الصلاة بلال بأديم الجري ابن مكتوم صلاة بأقيم الجري
وربما أذن ابن مكتوم وأقام بلال أنا واحد دعي كرتي ما قاركي إنه ابن مكتوم إنتو أقدمه بلال نو أقيمه كان حاجة قال أنا إسا وحبا إنه يسون كل جمعي روالكو إنه كلا أدين كمكو قف قاتو إنه لدين إساق كليه إساق أساق أقدمي لما معركتي با إن قف كلا ما أقيم كرما ولا بدلي كلا مشكلة ما قف كلا وأقيم كلا حكم الجمعنا هدوسا جوجي قف كمركا مركا أقدمه ومقيم إذا مركا ساسي مركا إسكو بدلي جديد. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان طبعا كقدر بالرمضان مركز اللي سوق قالوا شأن يقول وكدونا شأن كليل هاي فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على آذان أحدهما ويمسكون عند آذان الآخر مسلمين توحي عن مركز كوي كوس حورتا أدنك لبدو المتكمة أدن كيسة أفحر الشضنة أدن لبدو المتكمة مركز أدمه هم حيك لآيان كان بلال يؤذن بليل ويوقظ الناس بلال هبينك يؤذن الجيل ذاك السوق وقلت له سحورتي وكان ابن مكتوم يتوخى الفجر ابن مكتوم نوحوها من مركة فجر كآدية إلى اليأو فلا تخطئه فجر فلا يخطئه ولي يمقف في الفجر سيت هاي وقتك معركة فجر كمركو صاق الإمساق أي مركة أدمي الجيل حلقة وضعها حديث بقى النبي صلى الله عليه وسلم وليه هاي وقلت المامي إن لبدر إن ولا ما أدينا سأل وكلا صار هدي وعد أدي ما يساي يا بلال معناته إن سحورتي بقى لجاروي ولي ما وقتي فجر كلا ما جارين خلاص صاك عيا ضد مركب يسحورنا يولي حلو جرى وقت السحر لكن مركب لجاره عبد الله يقول إنه مكتوب أدي كيسي ووقتي أفكر الحيران لها الضبا هل كان حكاية مقطة نص كان مركب في رسالة حكاية مقطة نص يعني ليه لكن نص كان أقرنا كوضع حكاية مقطة وحل لي إمساكية إمساكية في قدم كبرى رنين إني سنجين إمساكية محل جوالة مثلا صلاة وحي صاق شيء مثلا ما أنت الفجر ك وقت يصير نص صاق شيء أفرت يصدني توكلك طبعا إمساكياتك ما لها قاركود وحكو قرن ضدك وحليها أفرتي يتدري لا دقيقة وإن أفحر شدي بقى الجار بيدام وقفك حلو جاي يروح يكهر يقاك إنه حنو مركب مركب اللي جار أفرتي يتدري لا دقيقة أفكار اللي حرتوي لكن فجر يقول لما جاي وحكى على توندب طبعا جا مركب عليهن واحتياط يعني cautiousness قفك إنه حاجة إسئلاليو أنو ما عرفتي أنو وإنت هسو وماشى الله بعرف لما تام مركب أصل ملها يعني إلا أدينك وكلعه وإحنا ما عوني كرتها وإحنا عبي كرتها النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بحيوحة مركز بلال مقشان وحونا مركز عبد الله يقول مكتوم مقشان أفك حرته إذا مركز أفك حرشته مركز فجرك وصوك له ماها وقت قارة تواندغ احتياطي ماها تاس مركز شغاك ومال وانت جداوش أن كوامرنا باحتياطك ويساقج جرتها مركز وحن إلهي ذلك كو إجزامين مساري كرتي وقد بلغ من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وما صلوات الله عليه صلوات الله عليه صلوات الله وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام له لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 10 مرة كان إحداها يوم غادر لفتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم فضلك عبد الله أولي وحكمه النبي صلى الله عليه وسلم كاكتكتي مدينة منورة بوسك النبي أي واحد يعدي إيسي جوب مركز النبي صلى الله عليه وسلم مشن آذي دقال آذي غزو آذي النبي وحاب دلي جري عبد الله أم مكتوم سديد يدور يتبن جار النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي مسؤولي قاء وخلفني في قومي وحكم ذا مركي فتح مكة الآلي وهنتي مالين عجائب تيدالها موسم وغفرة مكة المكرمة سنة كسديدات بكم إذا نم ونبي وباسك وكاكات تكتئ ويقول أدي عن كوكو أوكي حركة كم مركو النبي مال الآلي مكة ما سهلا يعني هو نقول كرا بايس كالنبي كحيجين كالنبي صلى الله عليه وسلم وهوشا مركة مسهل عبد الله بن مكتوم مركة فضل جابه لهم وفي عقاب غزوة بدر تقالك بدر دريا قدي أنزل الله على نبيه من 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 آية القرآن ما يرفع شأن المجاهدين نبي إلهي كسود جي نبي جي سم محمد آية ضاء كر اللي جاية شأن المجاهدين مجاهدين هالأمان ويفضلهم على القاعدين مركانا كفضل يا تتك إسكفل الجهات كأن الآذين يعني آية روحة سود دي سجارة وأمانة ذات المجاهدين تا. لينشط المجاهد على الجهاد وجيت كالغالها أنا وحوي قفك المجاهد كان إنه انت كسي بديو
وكسيف فرعون هذا وجهادك ونشاط أصيه له ويأنف القاعد من القعود كيف اللي يفضل يكتل هذا مركب عيوش الدقين نينك يهاري قد يانا إن مركب أكسي داري هل كيسو كسي وضع كي كلا إسكف لينا إنه فضل يكتل فأثر ذلك في نفس ابن مكتوم أرنك مركب آد يأد أسامي ابن مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل وإنه كؤت كات فضل إنه هو وأنا نين دولا يعني إسكو الربا مر هذه مجاهدين تسق على الله أمانة إنه كقيب قاتل لكن إنه إن لهم هو أو سيد ذكر وكره ومضى قال كره تيبو مركب أهن قلتاك وقالوا يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجهت هدان كرلها إن الجهاد فما الجهاد لها ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهتهم عن الجهاد كذبوا قلب خشوع له إلهي وحو كبري إنه قرآن سود جي آيات قرآن أو شأن يجي سكهر لي يدك إساق الله ميضه أو آفذ ويدي ذي سين الجهاد كالان عاهد أي الآفة وفق معناها أما وقفك مثلا لغة ما لها أو كره أما قعام ما لها أما وإندام ما لها أما دقام ما لها أدو وحون ما أردتي ذاتك إلهي سبحانه وتعالى آمو سين تاس ذاتك مكة جهادك وقهري عذر دار داس آيادة كسو الدقي بان أباها نبيل ومعنى أما آيادة كسو الدقان أن إلهي بويد يستبيل وجعل يدعو الله في ضراعة سيئس بهم بهن وأي كجر تنى إلهي وبري اللهم أنزل عذري اللهم أنزل عذري تاسو إنت سو قولي إلهي عذر دارك يسودج إلهي عذر دارك يسودج معنى إن آن هلو اكسكيوز ما رأيت اكسكيوز ان جهاتي كهرك المهم فما اسرع ان استجاب الله جل وعلا وجل وعز لدعائه دق دق بالنيرة ملك الهي سبحانه وتعالى ودعي سبك اجيب ملك بل اجيب ملك عبد الله مسه لنا مرنا النبي قال له عنا اللي حي طبعا ايضا اسجا تاجيرس مرنا شاني ابي حوايي وله الهي عذر دار بل ايسو دقي مكاس ايضا سو دقيان شان يقول سمك ما سهلني عبد الله بن مكتوم إنه النبي جماش وكجتك تنا ما سهلني حدث زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا قصة سيكون على تيبا للنوفة فهنايا مركي أي صوت دقين عياده ذاك كبرين الجهات سيدا جار كانوا أماني مجاهدين تا قال لها إيه الجهات كفر السنة لو جد ديني فلقة وعبد الله بن مكتومنا اي كوات كاتي انه كقيب قيب قات الجهاد كما دام اي عهد اي جرتو الى هنا او برغي انه الى سبحانه وتعالى ذلك سو سودجو حديث هذا يا العدد ده وحي نوغه ورميه زيد بن ثابت اها النبي وحي يقف اقرا قال وحي لزيد كنت الى جنب الرسول صلوات الله عليه النبي كان اكفل يجي لنا انسان جوي فغشيت السكينه حسلوني وكسو الدكتور ضروشي فوقعت فخذه على فخذي بغضدي سبودي يكون عذبي فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا أركين بيه وحكعلس النبي مركب بغضدي مركب وحكي سودك وطان شيء يعني وحكي مركب سودك سكينة قبانة يسا مركب النبي صلى الله عليه وسلم وليش بمركب سودك وعلى بغضدي سيتيرا استابطو كدي ونوحان درين بالنبي صلى الله عليه وسلم تيسو إلي أدد العلس ثم صري عنه كذب ولا غفيني يعني سكينة دي هيسو سأوسو الدكتور وكتكتي فقال مركو اكتب يا زيد زيد وقر وحيبا سودين فكتبت مركو حنقر لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل هذا عقوب أيضا سفيان أقل غير لضركم مجلس هذا يا راح سودين لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل أيضا حل هذا مصنا جنجن معها لو ترتمي كرماها قال لها إيه اسكفت دي إيه هرع الجهاد إيه إلهي أنوهن قنين إيه مال اسكفت دي إيه إن يسوي هالجماعة هوكي سستة وضد إلهي كل جهاد لبدو شقة ملا اسكو شقة اسكو ملا مركم حالا مر الأسباب برد لقي في كفتين مجاهد يقاعد إيه من المجاهد إيه اسكفت دي لبدو اسكو مدمة آيات أساس صدق مركم يصدق تي فقام ابن أم مكتوم فقام ابن أم مكتوم مركب عبد الله بايستعيد وقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد بل كون قف كان الجهاد كي 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 فلما انقضى كلامه نبي مكي هو عبد الله هذا الكيس أقول ما يستي أما فمن قضى كلامه له عبد الله هذا الكيس أقول أن بغنده حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكين نبي هذا نوح كوي من حسلوني بهذا نكسودت
وحلي زيد، فوقعت فخذه على فخذي بودي سبودي يقول عذاب، فوجدت من ثقلها ما وجدت في المرة الأولى. عليسكي عن درامي مركي هره تنا درامي بمركلة، ثم صري عنه كده هذا النبي ولا قفين. فقال اقرأ ما كتبت يا زيد. زيد أقرأ ما قرأت، فقرأت مركز أنا قرأ أقرأ محرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أنت ما نقرأ. فقال وحير اكتب قر غير أولي الضرر. هل كاقل ومعنى ذوان حمارك عادي، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، مصنا مؤمنين غير أولي الضرر ونبكى آن وهيسن. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، وآيات ده صح دماغر نصامة هو المجاهدون. مركو حال ليري مؤمنين تا مجاهدين تا iyo kuwa iska fadhiya jihaadeena marka la simo waxaa laga reebay gayru uli dar in macnaha hadii ahlu dar ay yihiin oo dad mucaaqiina ay yihiin si handicap u yihiin in dhala aanu ay jirto luga la'aanu ay jirto kuwa marka tartan kuma jira iyagu fadhigooda leeyihiin waxaa laga hadlay waa nin intuu ilaahay subxaana wa tacaala physically financially fit ka dhigay oo diyaarsan iska fadhiya iyo nin marka jihaada isku mid ma halkaa marka waxaa laga reebay جروبكي وكجري عبد الله بن مكتوم وتن قرانك مثلا ليس على ما حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج وتن قران مره بيقول ايه. فقال مكتوب الاكتب غير اولي الضرر، فنزل الاستثناء استثنيه اكسبشن كي كسوري ودي الذي تمناه ابن ام مكتوم ومركا كفكره وتمنيه الى سبحانه وتعالى سودجي هل كان مركا بل ارق ومؤمن الهي ببريه إلهي شأني سن عيد بكسود الجنية وأبو قون صنايا إلهي شأني سن عيد بكسود الجنية مكانين علوس بوها ولي هذا مقشان وكا. وعلى الرغم من أن الله سبحانه عافى عبد الله ابن أم مكتوم أمثاله من الجهل يظهر هذا صاعي تاي وعبد الله المكتوم قليها إساقا لم يتكاه يظهر جهاد كاللقع فيه يضو إلهي سبحانه وتعالى أكتب عذر دار وغيم يقول الجهال لقى مرة وأسكف لي كرتا يضو لي. فقد أثبت فقد أبد نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين نفس الديسة خير كأوهن يهكسي قبضان له خير كان أوهن قل تأكتاي وحي دي دي إن إسكف لي ستو ضد كف لي ولف لي وأدي ذا دانا وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله وحوقا تلقوا أنا إنه جهاده سو اكزامشن هاي ستوري لازم كم يجتي حول قام مرة بس كان نصو يدلي وهذانا قان قاتة إنه دجال إنه دجال لما جهات كجاله صوت لما حيت ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور ما هي النفس نفس الدمار كي تنف يد هم وين له وحن سرينين كم قنع له وح وين بكو قنع كرتا فلا تقنع بما دون النجوم أكو كبيرة وليه هو يعني هيك سجاج وإن حدقة أنا كسر السقين يعني ومال سرق وأين المركة هيك سجاق وجالسين سين مركة ما دام ويا صاحب نفس كبيرة قف نفس ديسو أي ساء وانتهي هيك سجاق شو أجد أسر رأيه وحن سر رأيه نكو مقنع ساء درتيد حيري أنا عذر دارك ربي هيست وإله يسكي عفيه قول لي عبد الله أديك عدة كل ميت كه جهال لقى مرة حد أنا ما فري سنة يبي فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوت غزوة لقب الله مالك وحكي دكتي وكد ذلك إنني غزوة عن إضافي وحدد لنفسي وظيفته في ساحة القتال في ساحة القتال وحقونا وعلى مضيستي وسهد ميستي شقدي وكقوان لها قوة واحد دقالك بارال فيلد مركز الجوغو شقدوا قوان لها إلا أني كان ذكر الله مدمع مركز الأردي إنو سن أردي كلم بالغيابا إنو سفر دفور كوف يعني بالغيابا إنو عيدا لقارة تيال لويق إنو سن كلي كلم بالغيابا كارتا دقال إنو سن فولين كلم لكن هولو كبه كرو أو إستجا مناسب أبو مكي بهوسة كحريق فكان يقول عليه جل مكي أقيموني بين الصفين لماذا أيضا لحدود إستاجية أيضا كمسلمين تأيد قال لهم أيضا كقال لحدود إستاجية وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه على أن كان إيدي ببندير عن إذين حمبارة إذين سدئة كده من إذين إلالية فأنا أعمى لا أستطيع الفرار أنا إن دولا مع الريب يعني هو الربا قف سوغان بال الين علن سيده وهدو عرارو عيدن انتي سكلوا كداي وجبي يمسو وير هول وحان انين هيا وليين ايدان الين كو جبي دونين او ايدان كو دبر جيدين دونين او عيدن كا انين كا اد كان دونين انو شقديدان انين شيغيا علن كون اي ديبا
halka labada ciidan ay kuurka isku saarayaan meesha bartanka wasata saaxat alqitaal halka ay anigii fariisiyiin ii daaya. Marka wuxuu yidhi nin dhoolaan ah meel aan cararna ma aqaan, halkaasaan ku sugnaanay runtii, waana geesinay meesha ugu sarreysa inuu yidhi anaa idiin noqonaya dabaabada dadka idinka celin lahay masal. Wafi sanati arraabicati cashara lilhijra, sanadkii 14-aad marka la gaaray, caqada cumar bnu lkhaaab alcazma cala an yakhuuda maca alfursi macrakata faasila tudiilu dawlatahum. Cumar bnu lkhaaab baa wuxuu qaatay go-aana in uu la galo nimankii bershiyanka ah furs, dagaal lagu kala baxay oo zuulinaysa dowladnimadooda, yani awooddooda. Dowla haddaad maqasho waa awood, fatadhhaba riixukum ay dowlatukum mata lagu fasira, dowla haddaad maqasho waa awood. وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين إسلام كان وضد أفوريسا عيدا مدى المسلمين تا. فكتب إلى عماله عمر الخطاب مركا نمان كي بارا صابيا داها مسؤول كوغي أها قبل الله إيه ديغان نادا كلا دوان بور دنبالا كلا دوان مركا أقري محاك أقرى مركا وعليه لا تدعو أحدا له سلاح أو فرس أو نجد أو رأي إلا انتخبتموه إلا انتخبتموه ثم وجهتموه إلي والعجل العجل ورقد ورقد كامومي وردير وترق له معه وعيد قف هوب هايست هكسو التقينة هكسو التقينة قف هوب هايست أما فرس هايست أما لوجيستيك لغو دك الله ميكرو نولي بي سفك لغو قلنا أما الرأي يون لغو أجيه إلا إيصو حلا انتخبتموه إيصو حلا ثم وجهتموه إلي كدي من إيصو الدرة والعجل العجل سيدا ورنق سيها بدن إميديد لين هالله سمي بمعنى وما حي لان دقال بقى لقال يا وان هو كوكو دن يهي وان جديد كوكو ديار سن يهي وان لو جيش جي اتكو دقال قلي لهي رقي رأي قد بالله هندي سويك من التاري هاي وان لهي رقي حلكها وان لا سوق هذا وان انتي اللي ما انت اهل لك يانو وحيل لكن العجل العجل سيدا قول لك سيها بقى. وطفقت وطفقت وحي قد شوي معناه جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق لما المسلمين تملك سيجوغان ilaan nin walba baara saaba waqad waa ay soo gaartay waxay bilaabeen inay ajiibayaan dhawaqa ka soo baxay ama nidaha ka yimid alfaruq radiallahu canhu. watanhaalu cala almadiinati min kulli xadabin wasawl min kulli xadabin wasawb, markaasaa dhan walba ayaa ciidanka ka kala yimid, yacnii waxaa lasoo ururiyey hubkii, fardihii, logistigii, aaraadii, dadkii asxaabu ra'yi, asxaabu almashuuradii أفرت الجيش بك كلمة دي من كل حدا من وصب وحلقة ولا ميل والبابا لون والبابا كلمة سوضتها. وكان في جملة هؤلاء ضد مكة مالن كان ماشي سويني إلى الديارين عيدا كان الربا إن مكة الأورجنايز جري وحاكو جري المجاهد المكفوف البصر المجاهد المكفوف البصر عبد الله ابن عبد الله ابن أبي مكتوم waxa ku jiray ninka mujaahidka indhaha aan lahayn ee lagu magac Abdullah. Abdullah markuu ugu jiray ciidanka, fa amara alfaruq ala aljaysh alkabir sa'd ibn abi waqqas, Umar ibn Khattab wuxuu ciidanka halka iyo dagaalkii qaadisiyay ku sii socday uu amiir uga ka dhigay abaandula uga dhigay sa'd ibn abi waqqas, wa awsaahu wa dacahu wuu dardaro markaasu haddana maa salaamay. walama balaga aljaysh alqaadisiya, ciidanka waxay socdaan ba markii qaadisiya ay lagu xadhigeen waa xagga ciraaq, baraza cabdullahi bn maktuum laabisan dirca, halkaa waxaa kasoo baxay cabdullahi bn maktuum isagoo cambuurbireedkiisa wata. Cambuurbireedka waxaa laga wadaa waa dharka birta ka samaysan oo laysaga celiyay seefaha iyo warmaha iyo fallaaraha. walamaa balaga aljayshu alqaadisiyata baraza cabdullahi bn maktuum laabisan dirca mustakmilan ciddata, isagoo hubkiisii iyo wixiisii dhan wata, ciddadii uu ku dagaalami lahaa, qalabkiisii wata, warmihiisii wata, wurcun lahaa wata. wanadaba nafsahu lixamli raayati almuslimiin walxifaadi calayha, markaasuu wuxuu isu xil saaray inuu u noqdo calansidaha, ninka bandiirada u sida dadka muslimiinta ilaalinaya, aw ilmow duunaha haddii kalena sooma uu markaa usaa ku dhinto ama waa lay dilayaa ama calanka dhul ma dhacaya bi xaala sideeda calanka inuu dhulka ku dhaco waxay astaynaysaa in ciidankii laga badiyey calansiduu hadduu cago wax ka dayana waxay muujinaysaa ciidankiinu dhabar jeediyey. Laakiin wuxuu yidhi amaanaa dhimanaya amaba si kale noqonaysaa bu. Halkaa markii laysu iltaqa aljayshaani fii ayaamin thalaathatin qaasiyatin caabisa, labadii ciidan waa ay kulmaan oo
markiiba dagaal ba'an baa dhex maray 3 maalmood oo aad iyo aad u culus. Maalmihii waxaa laga dhigay qaasiya, maalmo daran oo runtii carai ka muuqata, caabis ah. واحترب الفريقان حربا لم يشهد لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا. لبادي كوحودنا واي دقال ما دقال اندي فتوحات في الوجري وكان كويستي وفرشدي مغالي كمارك الفوراني مثيلا مد يو اللي كانت وليك مصمنا دقال كقادسية طبعا برينا ماركي عن مجزة عن كهل دونان فقع عن دول مرقو سمين دانا بإذن سبحانه وتعالى دقال بأنبوها دقال كاس حتى انجل اليوم الثالث عن نصر المؤزل للمسلمين وحي جفته وقوضة اللي اسكسوره أو اللي اسبوك دابه أو اللي اسقراعبه وحي دقالكي وكسو قبا قبابي قول رنتي لب رنتي عجائب تيداله ويسوه يندتك مسلمين تا فدالت دولة من أعظم الدول هلكا وحا كزولي أو جلبها الله ديجي دولة كم إذا الدولة ده هو وين الدنيا ده مكاكي جدا وزال عرش من أعرق عروش الدنيا وحازولي كرسي كراس أمبا عرش ملك اللي هذا بقر بالله قال له بقر بقر رضي هو وين الدنيا ده ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية علن كي توحيد كنا ولا كرية له دول يدعان وثنية يشرك وكجر والولد يعني علن دينات أركننا هل كا التوحيد وكم بقول وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء لكن إن جوش الجاري وحلو جار مركب بقال له شهداء هل كا يكون شهيدين ضد بلنبا ما يشقد أنت وكان بين هؤلاء الشهداء ذلك ما يشهد كل شهيد يوحى كم لها عبد الله بن ابي مكتوم هل كاس كل انتي هل كاس كل شهيد وقد وجد صريعا مضرحا اما مدرجا بدماء وحالها يسوى هل كان يقول لك ضيقه ديجي سدحيا وهو يعاني قرايه المسلمين لكن يسوى ساء ولقن على كي يقول كان عنه لعن وكي الى ذي بلنتي وقالنا سيدا اهيد بغيص وبحرون هانتي مركو اله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجع سالة الماما يا وإلى هنا بالله التوفيق.